اهلا بيكم، اتشرف بيكم تاني. احنا سعداء جدا بالتواصل معاكم، سعداء جدا بوجودنا معاكم النهارده. حلقه جديده من حلقات برنامجكم عظام اطفالنا. النهارده الحلقه برضو بناء على رغباتكم هتبقى عن كسور المرفق، او اللي بنسميها كسور الكوع. كسور مفصل الكوع دي للاسف كتيره قوي، وللاسف بتحصل عندنا في مصر برضو كتيره قوي. هي مش بس في مصر، في كل الدنيا كتيره قوي. سببها الاوفر اكتيفيتي، سببها النشاط بتاع الطفل، سببها انه بيتحرك كتير، سببها انه بيحاول يستكشف العالم حواليه، فيبتدي يحصل مشاكل. طيب اهم اصابه او اهم حاجه تعرفني ان ابني عنده مشكله، ان برضو طريقه الوقوع وقع ازاي. كل الاطفال في كل البيوت بيقعوا، كل الاطفال في كل البيوت بيتخبطوا، كلهم بيبقى عندهم نتيجه حركه زياده. هو بيحاول يستكشف حواليه، بيمسك ده وبيرفع ده وبينزل تحت ده، بيحاول يستكشف العالم من حواليه. ودي حاجه طبيعيه يا جماعه، وما نحاولش نكتفهم وما نحاولش نأيدهم او نقلل حركتهم. احنا ما بنحبش خالص الامهات والابهات اللي بيربطوا العيال جوه البيت، اللي بيقولوا لا مش هنسيبهم يلعبوا، لا مش هنسيبهم يروحوا او يجوا. بنعرفكم ان حتى دي بتحصل في البيت اكتر كتير ما بتحصل بره البيت. طب بتحصل ازاي؟ بتحصل ان الطفل بيطلع على حاجه عاليه وبينط، فبيلاقي اول حاجه بايديه. لما يحط ايديه يبتدي الباك بريشر او الضغط الخلفي، يعني هو بيتكى لكل فعل رد فعل، يحط ايده على الارض يتكى جامد، يبتدي وزنه كله يبقى محمل على المفصل ده، فتبتدي العظمه تتكسر. اكتر عظمه بتتكسر في ولادنا نتيجه هذا الوضع ونتيجه هذا النوع من السقوط ونتيجه هذا النوع من الارتطام هو عظمه العضد، او اللي بنسميها العظمه الطويله في عظام الذراع او في عظام الساعد. العظمه دي لما تتكسر بيحصل ايه؟ بتبتدي المفصل يتنقل من مكانه. مفصل الكوع عاده بيتخلع من مكانه في هذه الصوره. ليها تقسيمه بسيطه جدا، وليها في اشعتنا تشخيص بسيط جدا. بنعمل فيلم اشعه عادي خالص ابيض واسود في وضعين مختلفين، امامي خلفي وجانبي، بتاكد منه ان العظمه دي مكسوره، بشوف درجه الكسر قد ايه، وبنبتدي نتعامل مع الكسر. يهمنا نعرف حاجه بسيطه، يهمنا نعرف ان اللي بيعالج هذا الكسر رغم شيوعه رغم انتشاره هو برضه دكاتره عظام الاطفال. صحيح مش كتير، صحيح احنا في مصر مش كتير، صحيح احنا في مصر بالذات عضو هيئه التدريس او اعضاء هيئه التدريس او اساتذه الجامعات تبع هذا التخصص مش كتير، ولكن يهمنا نوصل لكم معلومه ان لما اعمل هذا الكلام صح بتبقى الحياه بعد كده طبيعيه. لما اعمل هذا الكلام بطرق قد لا تكون مثاليه، قد لا تكون الطرق الامثل او الاحدث في العلاج، بتؤدي الى بعض الاضرار مستقبليا، وده مهم قوي بالنسبه لنا ان احنا نعرفه. طيب هو الموضوع مش جبس وخلاص، الموضوع مش عمليه وخلاص، مش الموضوع ان انا احط مسامير في الدراع وخلاص. الموضوع ان احنا بنرجع الحاجه زي خلقه ربنا، يوم النمو بتاعها يمشي في الاتجاه الطبيعي. لما نحطها في مكانها صح يبقى نموها صح، واتوقع ان الحياه بعد كده تبقى حياه عاديه او حياه طبيعيه. يبقى كسور المرفق او كسور الكوع كسور مهمه جدا، لانها قد لا قدر الله تؤدي الى إصابة، قد لا قدر الله تؤدي إلى عجز، قد لا قدر الله تؤدي إلى عدم الفرد للآخر، المجال ما يبقاش كامل، أو عدم التاني للآخر، يبقى برضو المجال مش كويس، يبقى عندي مشكلة. المشكلة هتظهر في إيه؟ عذرا، إن بعد ما بنعمل التثبيت وبعد ما العظمة تلحم ألاقي الطفل مش قادر يجيب إيده على بقه، ألاقي الطفل مش قادر يفرد دراعه، ألاقي الطفل مش قادر يشيل حاجة، دايما تاني الكوع، إيده ملفوفة زيادة شوية، ما بيقدرش يلفها لبره، ملفوفة لجوه أو ملفوفة لبره بزيادة، وما بيعرفش يجيب الوضع التاني. الحركة دي بقت عنده صعبة شوية، اللي بنسميها سوبينيشن وبرونيشن، بقت محدودة. الكلام ده بيأثر عليه مستقبلا، الدراع ما بيجيش ناحية البق، مش عارف يغسل وشه، مش عارف يسرح شعره، مش عارف ياكل بالمعلقة لو دراعه اليمين أو لو هو أشول دراعه الشمال. الكلام ده كله بيفرق معانا، والكلام ده كله يا جماعة علاجه بسيط جدا بالتشخيص الصحيح بفيلم أشعة قد لا يكلف 20 أو 50 جنيه في منظرين مختلفين، بيديني التشخيص 100% عند طبيب متخصص أو عند استشاري عظام أطفال متخصص، يبتدي الكلام يمشي صح ويبتدي العلاج إن شاء الله يكون 100% مظبوط. لا نقبل لولادنا بأقل من 100% تصليح، لا نقبل بولادنا بأقل من الوظيفة الكاملة والشكل التام بإذن الله. يبقى مش عايزين إعاقة، مش عايزين شكل مش حلو، مش عايزين نعمل عملية وما كانش المفروض نعمل عملية. يعني ما ينفعش الطفل يكون كان محتاج جبس بس وراح لدكتور عمل له عملية لمجرد انه ينتفع منه او لمجرد انه هو مش فاهم الصح. ما يبقاش ابني محتاج انه يتعمل له على النقيض، ما يبقاش ابني عنده كسر مضاعف او عنده كسر غير مستقر او عنده كسر بنسميه كسر مفتوح، ونروح للدكتور ويعمل له كبيره او يعمل له جبس وما هواش عارف الولد عنده ايه، وما هواش عارف اللي هو عمله ده هينتهي بايه. لازم نحافظ يا جماعه على اولادنا، لازم نحطهم في عينينا، ولازم نراعيهم. سيبه يتحرك، سيبه يكتشف، سيبه يلعب، سيبها تروح، سيبها تيجي، سيبه يقع، سيبه يتخبط، سيبه يتعلم الدنيا ماشيه ازاي. ولكن لما يقع ولما يتكسر لازم اعالجه احسن علاج، ولازم اضمن ان انا ارجعه ل 100% وظيفه. بنعمل ايه؟ بعض الحالات بيتم علاجها برد خفيف، بعض الحالات حتى ما بتحتاجش جبس، بنحط لها الباوش ارم او الوسانت بتاع الدراع. دي الحالات البسيطه. لما يبقى في كسر
بنبتدي نعالج، لما يبقى فيه كسر بنبتدي نحط جباير، لما يبقى فيه كسر ولا قدر الله ما نقول بنبتدي نرد المفصل في مكانه، ولازم يرجع في مكانه بالملي، ما يبقاش فيه اي فرق، ما يبقاش فيه اي التفاف، ما يبقاش فيه اي خلل في المفصل، لازم يتعمل اشعه في ساعتها، وعندنا اجهزه جوه اوضه العمليات تبين لنا ان الكسر رجع مكانه بالملي، وان كل حاجه باذن الله في مكانها عشان الوظيفه تكتمل. ما استناش اعمل عمليه في مكان غير مجهز عند حد غير متخصص، واطلع بعديها الاقي ابني دراعه معوج، اطلع بعديها الاقي دراعه ما بيتفردش، اطلع بعديها الاقي دراعه ما بينتناش، هنا بقى عندي مشكله، وهنا ساعتها هضطر ارجع للمتخصص، واللي كان ممكن يتعالج بحاجه بسيطه اصبح للاسف بتعالج بعمليه جراحيه قد تكون كبيره وقد تكلفنا الكثير. يبقى علاج الكلام في الاول سهل، لما تتعقد الامور انت بتعقدها على ابنك وبتعقدها على نفسك. لو سمحت حافظ، لو سمحت عالج صح، لو سمحت امشي كويس زي ما الكتاب بيقول، يوم نوصل باذن الله ان عظام اطفالنا تبقى كلها سويه وسليمه. كسر المرفق من الكسور المهمه، كسر المرفق بيحصل لكل اطفالنا في مرحله سنيه ما، ما قلقش منه، حاجه بسيطه بتحصل لكل ولادنا، سيبه يستكشف، سيبه يعيش حياته طبيعي، وباذن الله احنا نقدر نرجعه لك 100% سليم، وباذن الله هتبقى الوظيفه مكتمله، ولن يترك هذا الكلام اي نسبه اصابه او اي نسبه اعاقه في ايديه. ده ببساطه شديده كسور المرفق في الاطفال، ده ببساطه شديده على اختلاف انواعها طريقه العلاج، بنعمل جبيره، بنعمل باوش ارم او حامل الدراع، بنعمل تثبيت بمسامير صغيره بنسميها كيرشنر وايرز، حاجات صغيره ولا نتركها، مش عايزين نقلق، مفيش حاجه بتتساب في الاطفال، ما بنحطش مسامير ونسيبها معاه طول عمره، الولد لسه بيكبر، عظمه هيكبر ولا مش هيكبر، دراعه اليمين هيبقى زي الشمال ولا لا، لما بنعمل الكلام صح نضمن لك 100% ان كل حاجه هتبقى في مكانها، وان ان شاء الله مش هيبقى فيه اي ضرر. ولازم بعد ما نعمل العمليه وبعد ما الكسر يلحم اطمن جوه العمليات وبره العمليات ان كل حاجه في مكانها اثناء المتابعه، لغايه ما يحصل تمام الالتئام بنشيل المسامير لو كان فيها مسامير، بنعمل جباير خفيفه، بنعمل علاج طبيعي خفيف، بيتم علاج الحالة أو رجوعها للوضع الطبيعي في أقل من 3 إلى 6 شهور، بيكون دراع ابني أو بنتي رجع طبيعي 100%. يبقى يا جماعة كسور المرفق اللي انتوا سألتوا عليها دي كسور مهمة جدا وكسور شايعة جدا وعندنا منها كتير، نحب قوي ان احنا نوصل للتشخيص الدقيق. في بعض الحالات بيكون الكسر مستقر، في بعض الحالات بيكون الكسر غير داخل، أصبح عندنا حاجة اسمها تشوه في مفصل المرفق، وده للأسف بيحتاج إلى تدخل جراحي، وإن احنا نعمل قطع عظمي، وإن احنا نرجع العظم لوضعها الصحيح، ونحط المسامير اللي كان المفروض الدكتور يحطها من الأول. يبقى ده علاج لأحد المشكلات ببساطة شديدة، أحد الحالات اللي مرت علينا النهاردة بالصدفة من ضمن الحاجات اللي انتم بتشتكوا منها، الوضع اللي حضرتكم شفتوه. لما بنعالج كويس ما بيحصلش عندنا هذا الكلام، لما بنعالج كويس بنصل إن شاء الله إن شكل الدراع يبقى كويس، وإن الوظيفة بإذن الله هتكون 100% مكتملة، وإن ابننا أو بنتنا هيستخدموا إيديهم اليمين وهيستخدموا إيديهم الشمال في غسيل الوش اللي ممكن نعتبره حاجة بسيطة، في تسريح الشعر، في لبس الهدوم، في الكتابة أو في الرسم، الحياة الطبيعية البسيطة. نتمنى بهذا نحن نكون جاوبنا على كل الأسئلة اللي جات لنا على الإيميلات، نتمنى بهذا ان احنا نكون عرفنا يعني ايه كسور المرفق، يعني ايه كسور العظم في الأطفال، المسائل بسيطة، مفيش حاجة اسمها شرايح ومسامير في الأطفال في السن الصغير، الكلام ببساطة شوية مسامير مؤقتة وبتتشال مع اول جبس، وما بنسيبش حاجة في جسم الطفل، يعني هيرجع طبيعي 100% وما عندوش اي معدن في جسمه، وكمان ما قعدناش بنفتح، بقينا بنستخدم حاجات تجميل، وفي معظم الحالات ما بنخيطش فوق الجلد علشان كمان ما نسيبش اثر في ايدين بناتنا او ولادنا، يقدر يدخل الجيش عادي خالص، يقدر يعيش حياته عادي خالص، تقدر تلبس نص كم او قصير عادي خالص من غير ما يبقى فيه تشوه لا في الايدين او في الرجلين. هذا الكلام هو علاج الامثل لكسور المرفق في الاطفال. اتمنى اكون جاوبت على اسئلتكم، واتمنى اتشرف بيكم قريب، وهبقى سعيد جدا بكل اسئلتكم الفتره اللي جايه. كان معاكم دكتوركم محمد مصطفى حسني.